بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج فعلى الهادي صلينا والأنوار عليه تاج والأنوار عليه تاج بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج فعلى الهادي صلينا والأنوار عليه تاج والأنوار عليه تاج بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء من الإسراء تلك الليلة والإعلاء والمقصود من الإسراء تلك الليلة والإعلاء تشريف لأبي الزهراء بالنور الباهي الوهاج بالنور الباهي الوهاج بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء له أين ومكان آمنا أن الرحمن ليس له أين ومكان من غير مكان هو كان وله ربي لا يحتاج وله ربي لا يحتاج بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء ينسب لله أن له سكنا حاشا يكفر من ينسب لله أن له سكنا حاشا وكذا أن له أشباه خذ علم التوحيد سياج خذ علم التوحيد سياج بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء يهدى للهادي المعصوم صلوات الله القيوم يهدى للهادي المعصوم وصحاب غر ونجوم مع آل نشر المنهاج مع آل نشر المنهاج بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج فعلى والأنوار عليه تاج
والأنوار عليه تاج.